في محافظة الأقصر نظمت مديرية العمل بالأقصر مؤتمر للسلامة والصحة المهنية بمجمع الأقصر الطبي، وذلك بحضور الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والعاملين بالمجمع الطبي والهيئات والمؤسسات المختلفة بمحافظة الأقصر. من هناك تفاصيل أوفى مع الزميلين محمد الباروكي وإيمان حسن. ضمن مبادرة سلامتك تهمنا التي أطلقتها وزارة العمل، نظمت مديرية العمل بالأقصر احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وذلك بقاعة المجمع الطبي الدولي بالأقصر، بحضور السيد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبد الباسط العقبي مدير مجمع الأقصر الطبي الدولي، والمهندس مدحت كامل والمهندس رجائي ممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، والدكتور هشام عبد الله مدير عام مديرية العمل بالأقصر. الأقصر النهارده طبعا بتحتفل باحتفالية تخص السلامة والصحة المهنية فيما يخص مبادرة سلامتك تهمنا التي أطلقتها وزارة العمل المصرية، التي كانت بمسمى وزارة القوى العاملة سابقا، وطبعا تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية المجمع عمله يوم 28 ابريل من كل عام. نتشرف مديرية العمل باستقبال السادة الزملاء من وزارة العمل لإلقاء الضوء على أهمية السلامة والصحة المهنية ودورها ودور وزارة العمل في تأمين بيئة العمل وفي الحفاظ على الأرواح والممتلكات. النهاردة احنا بنحتفل باليوم العالمي للسلامة. الاحتفال بتنظمه وزارة العمل بالتعاون مع محافظة الأقصر. مديرية العمل زميل الأستاذ هشام مدير مديرية العمل بمحافظة الأقصر، طبعا بحضور المديريات الشباب والرياضة ومديرية التضامن الاجتماعي وكافة المديريات العاملة وجميع العاملين من المديريات الخدمية بالمحافظة. الاحتفالية طبعا مهمة جدا من منطلق أني لازم نحافظ على بيئة آمنة للعاملين داخل مديريات شباب ورياضة، لازم يكون عندنا عاملين مدربين على السلامة والصحة المهنية بالنسبة لجميع العاملين، لازم يكون متوفرة جميع عوامل الأمن والسلامة داخل المنشآت سواء الشبابية أو الرياضية أو الهيئات أو مراكز الشباب وداخل مقر المديرية وداخل مقر الإدارات الفرعية. طبعا احنا بالإضافة للاحتفال بيوم السلامة العالمي، ايضا في تعاون مهم جدا بيننا ما بين مديرية العمل على صعيد عقد العديد من الدورات والملتقيات للتوظيف. النهارده احنا هنتكلم في مبادره سلامتك تهمنا على تشكيل الاجهزه الوظيفيه ولجان السلامه والصحه المهنيه، وازاي انا عارف اشكل لجنه السلامه والصحه المهنيه طبقا للقرار الوزاري 134 لسنه 2003 والمنفذ للقانون 12 لسنه 2003، وايضا ازاي انا عارف اشكل الجهاز الوظيفي للسلامه والصحه المهنيه، لان انا المنشات اللي هي اكثر من 50 عامل فاكثر وطالبه بتشكيل لجنه السلامه والجهاز الوظيفي للسلامه والصحه المهنيه. لو احنا شفنا دور الجهاز الوظيفي للسلامه والصحه المهنيه فهو دور اساسي وحيوي من ضمن دور الجهاز الوظيفي اللي هو ابداء الراي في التصميمات الانشائيه للمنشاه والاجهزه والمعدات الموجوده داخل المنشاه واجهزه ومعدات السلامه، كمان التفتيش على المنشاه بكل الورديات لا معرفة المخاطر اللي تتعرض لها العاملين، وإزاي أنا أمنع أو أحد من هذه المخاطر وألزم العاملين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية. برضو دول النار جميع الأنشطة الموجودة في المنشأة من أول دخول المادة الخام للمادة الوسيطة وخروجها للمنتج النهائي، وكذلك النفايات والمواد الخطرة، وأيضا معرفة الاحتياطات أو وضع الاحتياطات اللازمة لمواجهة الاحتمال وقوة مخاطر الحريق وانفجار. تم خلال الاحتفال إلقاء الضوء على أهمية السلامة والصحة المهنية ودورها ودور وزارة العمل في تأمين بيئة العمل والحفاظ على الأرواح والممتلكات. من محافظة الأقصر إيمان حسن.